أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل انتقاص الملائكة كفر مخرج من الملة؟ نعم، أن انتقص أحدا من الملائكة أو من الرسل فإنه يعتبر ردة عن دين الإسلام. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. الذي يتنقصهم يكون مرتدا. قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، إلى قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال للكافرين، دل على أن الذي يبغض الملائكة أو بعضهم أنه كافر. واليهود يبغضون جبريل عليه السلام، يبغضون جبريل ويقولون إن جبريل هو عدونا. الله رد عليهم بهذا وحكم عليهم بالكفر ببغضهم لجبريل عليه الصلاة والسلام. ومنهم اللي يقولون إن جبريل خان الأمانة الرسالة العلي، ولكن جبريل خان وعطاها محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون خان الأمين، هذا كفر بالله عز وجل. نعم.